تحياتي بالحلقات السابقة قال إنه كل المقالب اللي احنا نسويها متفق عليها الستوري اللي تنزله وضحك لك بيش كم شخص هذا لك بي اجر عند ربك صح لو غلط كريم انت متهم بانك كنت رادود حسيني واخاك الاكبر شيخ معمم صح ام خطا بيوافقك وكرمنا انظروا غير غرام والما يعجب يشيل هو وغرام شنو عندكم هذه المفرده مال التجميد اول ما يتلقاني يقول او أو يعني شلون يصح لبابا هيك شيء تقول انه كريم حواس عنده عمل قريب مع احمد البشير ما ينتقدك صوره حلوه لا يغلط على اهلك تهجم انت شنو ينزل بتهجم عندك تصريح بين اصدقائك ايه تقول روكي انجم من هواي مشاهير بس انت هاي العالم المحيطه بيك هي تقعد يمك تخليك تحكي على اي واحد أه.